السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وفيديو ربح جديد ومخصص للجزائريين الذين يريدون الحصول على راتب شهري وأسبوعي ويومي، وكل هذا ممكن أصدقائي من خلال الدرس أو الشرح الذي سوف أقوم بالتطرق إليه تفصيليا في هذا الفيديو. لذلك أخي العزيز، إذا كان لديك متسع من الوقت أو فراغ من جهة الوقت، لماذا لا تستثمر هذا الوقت في الحصول على مدخول بالدينار الجزائري يعود عليك بالنفع وكذلك على العائلة الخاصة بك؟ وهذا الشرح الذي سوف أقوم بتقديمه لكم اليوم لا يمكن حصره مثلا في مليون دينار جزائري أو مليونين أو 3 ملايين أو 4 ملايين. يمكنك تحقيق إلى غاية 7 ملايين و8 ملايين سنتيم جزائري، أو بالأحرى أو الدارجة الجزائرية 7 أو 8 ملايين جزائرية، فقط من خلال الاستراتيجية التي اعتمدت عليها من قبل للربح في المواقع الأجنبية. وكان من الصعب جدا تحقيق الدولارات من خلال هذه الطريقة، لأنني قمت باستهداف الأجانب، ورغم كل هذه الصعوبات استطعت من تحقيق العديد من الدولارات. لكنك أنت صديقي سوف تتعامل مع الجزائريين، والدفع سوف يكون من خلال الوسيلة التي يحبها الكثير منكم وهي CCP، أو من خلال البريد الجزائري. سوف أقوم بشرح لك جميع هذه الخطوات تفصيليا انطلاقا من هذا الفيديو، خصوصا إخواني ما هي طريقة العمل، وكذلك سوف أعطيك الخدمة المباعة بكثرة وبكثرة هنا في الجزائر، وكذلك سوف أشرح لك كيف تحصل عليها، وكل هذا بشكل مجاني، لن تقوم بدفع أي شيء صديقي. كل ما تحتاجه هو كوب من القهوة أمامك، وكذلك التوجه إلى هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك، ثم تقوم بمشاهدة هذا الفيديو وتذهب إلى تطبيقه مباشرة، وبإذن الله سوف تبدأ بالكسب من الدقيقة التي تبدأ بها العمل على هذه الطريقة. وقبل أن أبدأ لكم في هذا الفيديو أصدقائي، أحببت أن أدعوكم للاشتراك والانضمام إلى قناة نجوم الويب for Technics Tutorials and Making Money أونلاين، وذلك فقط بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو المكتوب عليه اشتراك سبسكرايب أو صابوني، فقط بالضغط عليه وتفعيل خاصية أو ميزة الجرس لكي تتوصل بكافة جديدنا دائما، وكذلك لكي أقوم بإرسال لك إشعارات في كل مرة أقوم برفع فيها فيديو جديد. كذلك لا تنسى مشاركة القناة ومشاركة هذا المقطع مع من تحب لكي نصل إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، والأهم من ذلك لا تنسى مشاهدة الحلقات السابقة لأنها حتما سوف تفيدك وفي العديد من المجالات الربحية والتقنية وكذلك العديد من الحلقات المشوقة. الآن دعونا نبدأ في درسنا وشرحنا لنهار اليوم. وكما تشاهدون الآن أمامكم أصدقائي في شاشة الحاسوب الخاصة بي، هذا هو الموقع الذي سوف نقوم باستخدامه اليوم، وكذلك هذا الموقع الذي سوف يقوم باستخدامه جميع الجزائريين من أجل جمع مدخول شهري يعود عليك بالنفع صديقي. أولا قبل أن نتطرق إلى طريقة التسجيل وكذلك طريقة الربح من هذا الموقع، أحببت أن أقول لكم أن هذا الموقع هو موقع جزائري بنسبة 100%. المقر الخاص به حيدرا الجزائر، كما ترون هنا في الأعلى يمكنكم الاتصال بالدعم من خلال هذا البريد الإلكتروني، وكذلك هذا هو الرقم الخاص بالدعم أو السيبور 06 97 81 55 53. يعني أنك لن تواجه أي مشكلة بإذن الله مع هذا الموقع، حتى وإن واجهتك مشكلة في الدفع أو في الخدمة الخاصة بك سوف تتصل بهذا الرقم وسوف يقومون بالعمل على حل هذه المشكلة الخاصة بك. كذلك أصدقائي، إن قمنا بالبحث عن هذا الموقع في محرك البحث الخاص بجوجل، فكما ترون سوف تظهر لكم هذه البطاقة التقنية الخاصة بهذا الموقع. هذا هو اسم الشركة أو اسم الكومباني SARL Free Halley أو Free Halley. هذا الموقع مقيم بخمسة نجوم من آراء جوجل. هذا هو الأدرس الخاص بهذا الموقع 06 شارع العربي أليك حيدرا 16000، هذا هو الرمز البريدي الخاص بهذا الموقع، وهذا هو الرقم الهاتفي الخاص بهذا الموقع أو الخاص بالدعم أو السيبور الذي قمت بالتطرق إليه معكم سابقا. بمعنى أنه يمكنك العمل على هذا الموقع ببال مرتاح وبدون أي مشاكل بإذن الله. الآن أصدقائي سوف أتطرق معكم إلى كيفية العمل والكسب من هذا الموقع، وبطبيعة الحال هذا الموقع خاص بالفريلانسرز الجزائريين الذين يريدون تقديم خدمات للأشخاص الذين يبحثون عن هذه الخدمات. لا تقلق صديقي، سوف أقوم بمنحك هذه الخدمات لكي تقوم بطرحها على الحساب الخاص بك. فإذا كنت محترف في هذا المجال، إذا قلت لك مثلا موقع خمسات، فهذا نسخة من موقع خمسات لكن مخصص للجزائريين وتم إنشاؤه هنا في الجزائر. كما ترون هذه التقسيمات الخاصة بالخدمات، ويمكنك تغيير اللغة الخاصة بهذا الموقع إلى العربية. هناك خدمات خاصة بالبيزنس، كذلك الجرافيك ديزاين أو الجرافيزم، بروغراماسيون إنفورماتيك برمجة المواقع والتطبيقات، كذلك الماركتينج والبيبليسيتي الترويج
الترويج والإشهارات، الخدمات الخاصة بالمقالات والصور والفيديو والصوت والموسيقى والعديد العديد من الخدمات. الآن كل ما يهمنا نحن أصدقائي هو التسجيل في هذا الموقع، لذلك سوف أقوم بترك لكم رابطه أسفل هذا الفيديو أو في صندوق الوصف، تقوم بالدخول إليه وسوف يحولك مباشرة إلى نفس هذه الواجهة. ومن أجل التسجيل صديقي لذلك سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل إلى غاية هنا إلى هذا القسم، تقوم بالضغط على جمانسكري إنفريها هنا في هذا القسم، تقوم فقط بالضغط عليها ثم تنتظر قليلا إلى حين أن تتم عملية توجيه هنا إلى الصفحة الثانية الخاصة بالتسجيل. وكما ترون أمامكم الآن أصدقائي سوف تظهر لكم هذه الواجهة أو هذه الصفحة الخاصة بالدخول أو تسجيل الدخول إلى الموقع، لذلك سوف تقوم بالنزول مجددا إلى الأسفل وتقوم بالضغط على رجوانو، أو يمكنك اختيار اللغة العربية لكي يكون الشرح سهل. هنا في الإيميل تقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك أو الجيميل الخاص بك بالأحرى، تقوم بوضعه هنا. وهنا في اسم المستخدم تقوم بوضع سيدو أو يوزر نيم أو اسم مستخدم، يعني يمكنك كتابة اسمك ومعه أرقام. هنا تقوم بكتابة كلمة السر وتعيد كتابة كلمة السر الخاصة بك، وتقوم بالضغط هنا على أنك توافق على شروط وقوانين موقع فريهالي، وسوف أقوم بملء البيانات وأعود إليكم. وكما ترون أصدقائي أمامكم قمت بإدخال البريد الإلكتروني واسم المستخدم وكذلك كلمة السر أو المدباس، وهنا قمت بإعادة كتابتها الموافقة على شروط وقوانين الموقع، ثم تقوم بالضغط على سنسكرير أو التسجيل ثم ننتظر قليلا. وكما ترون أمامكم الآن أصدقائي قمنا بعملية التسجيل بنجاح، لذلك سوف تفتح معك لوحة التحكم أو الداشبورد أو الطابلو دو بور الخاصة بحسابك. هنا يمكنك التحكم في حسابك، هنا يمكنك إضافة الخدمة الخاصة بك، كذلك هنا يمكنك البحث عن خدمة وتقوم بشرائها من مستخدم آخر والعديد من الخدمات هنا. الآن بعد التسجيل أصدقائي سوف يقوم بإرسال لك الموقع رسالة تفعيل على بريدك الإلكتروني، لذلك سوف تقوم بالدخول إلى الجيميل أو البريد الإلكتروني الذي أدخلته عند التسجيل، سوف تجد رسالة تقوم بالدخول إليها وتقوم بالضغط على تفعيل، وهذا ما سوف أريه إياكم الآن. وكما ترون أمامكم الآن أصدقائي قمت بالدخول إلى الجيميل أو بريدي الإلكتروني الذي تسجلت به، سوف أجد هذه الرسالة الأولى الخاصة بموقع فريهالي، أقوم بالدخول إليها بهذا الشكل. كما ترون سوف يكون محتوى هذه الرسالة بهذا الشكل، وكما ترون هنا يقول لك confirm million أو تفعيل الرابط أو تفعيل البريد الإلكتروني، تقوم بالضغط عليها بهذا الشكل ثم ننتظر قليلا لكي تتم عملية تفعيل بريدنا الإلكتروني وكذلك تفعيل حسابنا على موقع فريهالي. وكما تشاهدون أصدقائي اختفت تلك الرسالة التي كانت هنا، وإلى الحين أظن أن كل شيء مفهوم. الآن سوف نذهب إلى طريقة العمل على هذا الموقع. كما ترون وكما شرحت لكم سابقا يمكنك إنشاء خدمة خاصة بالجرافيك ديزاين مثلا صديقي، إذا كنت تحترف الفوتوشوب أو البيكس آرت أو تطبيقات الخاصة بإنشاء الصور والتعديل عليها، إذا كنت مثلا محترف في إنشاء الشعارات أو اللوجوهات أو السلوغانز، يمكنك الربح بطبيعة الحال وبكل هذه البساطة من هذا الموقع. كيف ذلك؟ سوف أشرح لك. مثلا إذا كنت طالب بفرع الام اي مات انفورماتيك، يمكنك تقديم خدمات هنا خاصة بتطوير مواقع، خاصة بإنشاء مواقع، خاصة مثلا بإنشاء تطبيق. كما ترى هنا في قسم البروغراماسيون يوجد أشخاص يعملون على كرياسيون سيت ويب، إنشاء مواقع ويب، كرياسيون أبليكاسيون موبيل، تطوير البرامج، الهواتف والويب ديزاين أو تصميمات الويب والهواتف، يبرجوا مواب، استضافة مواقع الويب، العديد العديد من الخدمات. كذلك يمكنك تقديم خدمات خاصة بفيديوهات، يمكنك إنشاء فيديوهات مثلا وتقديمها للبيع، إذا كان صوتك جميل ويشبه التعليق الصوتي يمكنك طرحه كذلك. الآن سوف نقوم بوضع أول خدمة لنا، لذلك سوف نقوم بالضغط على بوستي أن سيرفيس، إنشاء خدمة جديدة، نقوم بالضغط عليها من هنا من الأعلى أمام خيار الحساب ثم ننتظر قليلا. وإذا لم تكن لديك أي خبرة صديقي في هذه المجالات التي قمت بشرحها، فأنا محضر لك مسبقا خدمة سهلة للغاية وهي بيع الكوبونات، كذلك سوف أشرح لك بالتفصيل المميل كيف سوف تحصل على هذه الكوبونات. فمثلا إذا قمنا بالدخول إلى واجهة فريهالي، وهنا يمكن لأي عضو البحث عن الخدمة التي يريد شراؤها، لذلك صديقي سوف نقوم بالبحث عن كلمة كوبون هنا في محرك البحث الخاص بفريهالي، ونقوم بالضغط على أونتري من أجل عملية البحث، وسوف يظهر لنا جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمة الكوبونات. فكما ترون أصدقائي المنافسة عليه ضعيفة وضعيفة، يمكنك أن تصبح أنت الأول في هذه الخدمة. فكما ترون هنا هذا الشخص يقوم ببيع كوبون 100 دولار خاصة بمحرك بينج أدز، لكن نحن سوف نقوم ببيع كوبونات خاصة بجوجل أدوردز
الجهاز. لا يوجد أي شخص هنا قام بطرحتي الخدمة، لذلك سوف نقوم باستغلال هذه الفرصة في تحقيق مدخول شهري إن صح التعبير فقط من خلال الكوبونات. لا تقلق صديقي، سوف أقوم بشرح لك كيف تحصل على هذه الكوبونات في دقيقة أو نصف دقيقة. تحصل على الكوبون، تقوم بتبريره إلى المشتري أو الشخص الذي طلب الخدمة، تقوم بالحصول على العمولة الخاصة بك، تقوم بسحبها إلى السي سي بي، تذهب إلى البريد ومبروك عليك أول دفعة لك. ومن أجل طرح الخدمة صديقي سوف تقوم بالضغط على بوستي ان سيرفيس أو إضافة خدمة هنا في هذه العلامة الزرقاء هنا بجنب الحساب، ثم سوف تنتظر قليلا صديقي. وكما ترون أصدقائي، بعد الضغط على نشر خدمة أو إضافة خدمة أو بوستي ان سيرفيس سوف تفتح معك هذه الصفحة. تقوم بالضغط هنا على vous devenez d'abord lire cette page en cliquant ici avant de pouvoir poster un service. تقوم فقط بالنقر عليها أو الضغط عليها، ثم تقوم بالنزول إلى الأسفل، ثم تقوم بالضغط على j'ai lu le guide. تقوم فقط بالضغط عليها، وهنا سوف تفتح معك الصفحة الخاصة بإضافة الخدمة. تقوم بالنزول إلى الأسفل، وسوف نقوم بتحويل اللغة إلى العربية لكي يكون الشرح سهل ومبسط للجميع. وبعد تحويل اللغة إلى العربية كما ترون هنا يقول لك اسم الخدمة، يجب أن يبدأ اسم هذه الخدمة بسوف. هنا في اسم الخدمة صديقي سوف تقوم بكتابة سوف كأول بداية للاسم، لذلك سوف أقوم بكتابة مثال وأعود إليكم. وكما ترون أصدقائي، بعدما أن قمت بكتابة العنوان سوف يكون بهذا الشكل: سوف أقوم بتقديم لك كوبون جوجل أدورد بقيمة $100 عند إنفاق $25. فمثلا إذا قمت بالحصول على كوبون خاص بجوجل أدورد بقيمة $150، وهذا ما سوف أشرحه لك، تقوم بكتابة سوف أقوم أو سوف أقدم لك كوبون مشحون بقيمة $150 مطابق للرصيد الذي سوف تقوم بإنفاقه. أو مثلا إذا كنت تريد تصميم مثلا شعار، تقوم بكتابة سوف أقوم بتصميم شعار احترافي عن طريق الفوتوشوب فقط بي، ثم تقوم بكتابة المبلغ الذي تريده. بعد كتابة العنوان الخاص بك، مثلا إذا كنت تعمل على التعليق الصوتي، سوف أقوم بإنشاء مقطع من تعليقي الصوتي، ومثلا لكل 10 ثواني $500 جزائري بهذا الشكل. هنا السعر ما سيدفعه الزبون، والحد الأدنى للخدمة هو $2500 جزائري. مثلا الكوبون بقيمة $100 سوف أقوم ببيعه $2500 جزائري، وكذلك أنت تقوم بكتابة هنا المبلغ الذي تريد، يمكنك الزيادة إذا كان العمل يطلب الجهد والوقت. هنا الوقت الخاص بالتسليم، كم يلزمك من الوقت لتسليم الخدمة؟ هنا أقل شيء هو يوم، أقوم بكتابة رقم واحد هنا، واحد من الأيام. هنا التقسيم الخاص بالخدمة التي تقوم بطرحها على موقع فريهالي، تقوم بالضغط هنا، سوف تظهر لك الفئات، لذلك سوف أقوم باختيار حملات إعلانية وإعلان الفيسبوك. وهنا في الصورة أصدقائي اختيار صورة واحدة لتكون المميزة، واختيار ما يقارب 5 صور على أن يكون حجم كل واحدة أكبر أو يساوي 768 على 435 بيكسلز. وكما ترون أمامكم أصدقائي، قمت بإنشاء هذه الصورة على برنامج الفوتوشوب لكي تكون الصورة الرئيسية للخدمة الخاصة بي. يمكنك إنشاء هذه الصورة المصغرة عن طريق تطبيقات الأندرويد أو الفوتوشوب، أو يمكنك البحث على محرك جوجل مثلا صورة كوبون، أو تقوم بالتقاط صورة للخدمة التي تقوم بطرحها. لذلك سوف أقوم بوضع هذه الصورة. يجب أن تكون الصورة جذابة، عندما يقوم الزائر بالبحث عن خدمة يجب أن تكون الصورة الخاصة بك تجلب النظر لكي تجلب الزائر وتجلب المشترين للخدمة الخاصة بك. وبكل بساطة لكي تقوم بإضافة تلك الصورة المصغرة، تقوم بالنقر هنا على هذه الصورة، ثم تذهب إلى مكان تخزين تلك الصورة، ثم تقوم بالنقر عليها، وسوف تبدأ بالإضافة معك بشكل طبيعي هنا. وكما ترون تمت إضافة الصورة الخاصة بي بنجاح، لذلك سوف أقوم بالنزول إلى المرحلة الموالية. هنا وصف الخدمة، وصف تفصيلي للخدمة التي ستقدمها لزبائنك وأمثلة عن أعمالك السابقة. حاول أن تضع نفسك مكان المشترين واسأل نفسك ما الأسئلة التي يمكن أن يطرحها الزبون عن خدمتي، ويمكنني تجنبها بإعطاء أكبر قدر ممكن من التفاصيل لتسهيل الأمر على المهتم لشراء الخدمة دون تردد. 5 أسطر على الأقل من أجل الموافقة على خدمتك. هنا سوف أقوم بوضع الوصف الخاص بهذه الخدمة وأعود إليكم لكي أشرح لكم الخطوات الخاصة بإضافة الوصف. وكما ترون أصدقائي، قمت بإضافة الوصف الخاص بهذه الخدمة. يجب أن يكون هذا الوصف يحتوي على 5 أسطر، يعني هذا سطر وهذا سطر وهذا سطر وكذلك هذا سطر، والإجمالي يجب أن يكون 5 أسطر. سوف تقوم بكتابة
هذا الوصف أو تقوم بنسخه من مواقع أخرى ثم تقوم بالنزول إلى الأسفل. هنا يقول لك ما هو مستوى خبرتك. يمكنك الضغط هنا أو هواية، هنا ديبيتون أو مبتدئ، وهنا بروفيشنال. مثلا سوف تقوم باختيار مبتدئ إذا كنت مبتدئ، أو هاوي أو بروفيشنال. سوف أقوم بتركها بروفيشنال. هنا رسالة افتتاحية، يتم عرض رسالة افتتاح تلقائيا كرسالتك الأولى. قمت بكتابة لسنا الأفضل لكننا نسعى لتقديم الأفضل. هنا تقوم بكتابة كلمات دلالية، أي عندما يقوم الزائر بالبحث هنا سوف تعمل كلماتك الأساسية الدور الرئيسي لكي تصبح الخدمة الخاصة بك في الأول أو في النتائج الأولى. نقوم بكتابة كوبون، ثم نقوم بالضغط على أنتري، رمز ترويجي، إعلان، ممول، أدوارد، جوجل أدوارد. نقوم بكتابتها باللغة الفرنسية كوبون، وبعد إضافة جميع المستلزمات مثل الكلمات الدلالية والوصف والعنوان والصور، نقوم بالضغط على حفظ للخدمة الخاصة بنا، ثم ننتظر قليلا. وكما ترون هذه هي الخدمة الخاصة بنا، سوف تظهر بهذا الشكل. هذا هو الوصف الخاص بالخدمة، هذه هي كلمات الدلالية، هذا هو السعر الخاص بالخدمة، وقت التسليم يوم. والآن الخدمة الخاصة بنا أصدقائي سوف تدخل إلى المراجعة اليدوية من طرف مديرين هذا الموقع، فإن وجدوا هذه الخدمة مستوفية للشروط الخاصة بهم سوف يقومون بالموافقة عليها وبالتالي نشر الخدمة الخاصة بك. وبعد الموافقة على الخدمة الخاصة بنا سوف نقوم بنشر هذه الخدمة على الفيسبوك وجروبات الفيسبوك، وكذلك سوف يقوم الأشخاص بالبحث عن الخدمة الخاصة بنا وسوف يدخلون إليها ويتفحصون هذه الخدمة، وإن أعجبتهم بطبيعة الحال سوف يقومون بشرائها بالمبلغ الذي قمت بإدخاله. وللحصول على هذه القسائم أو هذه الكوبونات قمت بشرح ذلك في فيديو بالتفصيل، لذلك سوف أقوم بترك لكم رابطه أسفل هذا الفيديو تقومون بمشاهدته، لأنني شرحت لكم كيف تحصلون على هذه الكوبونات. وكما ترون أصدقائي هذا هو الفيديو الذي قمت بشرح جميع الخطوات اللازمة لكي تحصل على هذه الكوبونات. فكما ترون هذا الكوبون الذي يظهر أمامكم مشحون بقيمة 150 دولار، يمكنك بيعه ب 2500 دينار جزائري. قمت بشرح جميع الخطوات اللازمة للحصول على هذه الكوبونات في هذا الفيديو في فيديو مدته 5 دقائق فقط، سوف أترك لكم رابطه أسفل هذا الفيديو. قوموا بمشاهدة الفيديو لكي تحصلوا على هذه الكوبونات، وقوموا بإنشاء أول خدمة خاصة بكم على موقع فريهالي. وإلى هنا أصدقائي يكون قد انتهيت من فيديو اليوم، أتمنى من صميم القلب أنه قد أعجبكم وأفادكم ونال رضاكم. أضرب لكم موعد جديد في الحلقات القادمة بإذن الله، دمتم سالمين يا أفضل. إذا كان لديك أي استفسار لا تنسى ترك تعليقات تشرح فيه الاستفسار الخاص بك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.